يا مرحبا ترحيب عز وتقدير بضيوفنا الغالين أول والتالي باسم أمي ممدوح ارحبوا يا أهل الخير يلي لكم بقلوبنا قدر علي أم بالعروسة حصريا حصريا لدى استوديو زفات فرح لدى استوديو زفات يا شادي يا طلي وليك طلي تنغير من نورها تجلي عتي من ليالي يا جمال عروسة بين كل الغنادير يما الحلا والغنج وام الدلالي يما الحلا والغنج وام الدلالي يا مرحبا ترحيب عز وتقدير بضيوفنا الغالين أول والتالي باسم أمي ممدوح ارحبوا يا أهل الخير يلي لكم بقلوبنا قدر علي أم بالعروسة بنت روس المناعي اللي لها كل البيوت الجزالي شيخه وبنت شيوخ وصفها غير في الحسن والحلاوة أحلى الخصالي من طيبها تطي ومن دون تقصير مدت يديها مثل موزن المخالي وابو العروسة شيخ مقدام وامير هذا ابو ممدوح قام رجاله رمز المراجل والعلوم المشاهير صيت شهر طيب وعلوم وفعالي وخواتها كدر زين وتصوير مكملات بالدلع والدلال عبير مهره بالحلا والتصاوير الله عطاه وزادها بالجمال من قدها يا ناس بين الغنادير ما في لها بين الخلايق مثالي حنان تحترم حلاها التعابير واشواق اميره دون شك وجدالي يا مرحبا ترحيب عز وتقدير بضيوفنا الغالين اول والتالي باسم امي ممدوح ارحبوا يا اهل الخير يلي لكم بقلوبنا قدر علي ام بالعروسه بنت روس المناعي اللي لها كل البيوت الجزالي شيخه وبنت شيوخ واوصافها غير في الحسن والحلاوه احلى انفصالي من طيبها تطي ومن دون تقصير مدت يديها مثل موزن المخالي وابو العروسه شيخ مقدام وامير هذا ابو ممدوح قارم الرجالي رمز المراجل والعلوم المشاهير صيت شهر طيب وعلوم وفعالي وخواتها كدر زين وتصوير مكملات بالدلع والدلالي عبير مهره بالحلا والتصاوير الله عطاه وزادها بالجمالي من قدها يا ناس بين الغنادير ما في لها بين الخلايق مثالي حنان تحترم حلاها التعابير واشواق اميره دون شك وجدالي واختامها ربي يتمم على خير ويسعدكم الرحمن طول الليالي استوديو زفات فرح.